تعالوا نعمل معجنات بقى للربيع وللصيف وبألوان منعشة وجميلة وتنفع قوي في الصيف، تنفع في الرحلات، تنفع في شم النسيم إن شاء الله. يلا بينا وهنلونها وهنعملها بألوان طبيعية. أنا عندي هنا بسلة جبتها حطيت عليها في مية مغلية، نزلتها في مية مغلية، حطيت عليها شوية سبانخ وحطيت عليها معلقة سكر لحد ما اتسلقت معايا، وهبدأ اهرسها بالبلندر بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. ومعايا بنجر برضو حطيته في مصفى وسلقته على البخار وهرسته، ههرسه برضو بالبلندر معايا، وهو ده هيكون الالوان الطبيعية اللي انا هعجن بيها عجنتي. وعلى فكرة انا كنت عاملة برضو مكرونة بنفس الالوان دي تحفة بجد. الدقيق بقى عندي 3 كوبايات دقيق، هحط عليهم مع كوباية سكر، نص كوباية سكر، وخميرة وبيكن باودر وفانيليا وبيضة، وهعجن المقادير كلها مع بعض مع 3 معالق لبن بودرة وربع كوباية زيت، واعجنيها بقى باللبن او تعجنيها بالمية اللي يعجبك. وهحط نص العجينة عليها البسلة المهروسة بتاعتي مع شوية لبن زيادة، وهبدأ اعجنها بالشكل ده. والنص التاني هحط عليه البنجر وهعجنه برضو، ولما تبقى عجينة طرية معايا بالشكل ده بقى عندي لونين من العجينة تحفة، شكليهم زي ما انت عايزة. انا هنا عملت ضفيرة وعملت وردة، وهتلاقوني في الفيديو بتاع الشريك هتلاقوا التشكيلات دي موجودة. وشكلت بالشكل التحفة ده، وقبل ما تدخليها الفرن ادهنيها بصفار بيضة مع شوية فانيليا، والف هنا بجد تحفة ومنعشة جدا. عايزة تحط لها سمسم، حبة بركة، براحتك، بس معجنات بجد تحفة تحفة تحفة. اول ما تطلع هتغطيها بفوطة وهتبقى معاكي بالشكل الروعة ده، شايفين جمالها؟ الاولاد هيحبوها جدا وهتبقى مغرية فعلا بالنسبة لهم، الوانها جذابة وهياكلوها حتى لو مش بيحبوا المعجنات. ولو اديتها لهم في اللانش بوكس معاهم هتبقى حاجة مميزة منك، سواء في رحلة او في المدرسة بعد كده. وبجد شايفين شكلها وطراوتها وهشة جداً.